حياكم الله مشاهدينا الكرام. نحو 2,100,000 نازح سوري من أصل أكثر من 4 ملايين يسكنون المناطق المحررة وفق أحدث إحصائية لفريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري، ويبلغ عدد سكان المخيمات نحو 1,100,000 نازح يعيشون ضمن 1,293 مخيما، من بينهم 282 مخيما عشوائيا أقيمت على أراض زراعية ولا تحصل على أي دعم أو مساعدة إنسانية أممية. ويواجه سكان المخيمات تحديات كبرى، أهمها تأمين سبل عيشهم مع طول أمد وجودهم في هذه المخيمات وغياب فرص العمل وقلة الدعم الذي يقتصر على تقديم السلال الغذائية والصحية. ومع وجود بعض المبادرات المحدودة لنشر سبل العيش ضمن هذه المخيمات بعد أكثر من 10 سنوات، يبقى الجدل محتدما، هل الأولى هو الإغاثة أم التمكين لسكان المخيمات من أجل ضمان حياة كريمة لهم ولعائلاتهم؟ حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف السيد براء بابولي مدير قسم المأوى في فريق ملهم التطوعي، كما أستضيف السيدة تيماء معراوي مدير الموارد البشرية بمنظمة مزن. أهلا بكما ضيفايا الكريمين، وأرحب بالحضور الكرام هنا معي في الاستوديو. أبدأ معك سيد ملهم، في البداية التمكين أم الإغاثة؟ صباح الخير، صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على كل المستمعين. بداية هذا الموضوع تم سؤالنا يا أكثر من مرة في السنوات السابقة، أنه أنتم عندكم حملات موسمية أو عندكم أعمال عم تكون موسمية ضمن الاستجابة لأهلنا النازحين في شمال سوريا. اليوم ما فينا نحن نعتمد واحدة من الشغلتين، إما التمكين أو تقديم المساعدات، لأنه إذا بدنا نحكي نحن بمحور التمكين، فالتمكين بده متطلبات، بده قاعدة على الأرض، بده توفير وظائف، توفير وظائف ثابتة أو يكون في أمان وظيفي للعالم اللي بده تشتغل. اليوم نحن ضمن حالة طوارئ لحد الآن، حتى لو ما كان في عنا أي حملة نزوح أو حتى لو ما كان في عنا قصف، بيفتخر الشمال السوري المحرر لتأمين الوظائف وتأمين الأعمال الثابتة اللي بتوفر ريع لأهالينا اللي ساكنين بمخيمات شمال سوريا. أما بالنسبة لتقديم المساعدات والإغاثة، فهي واحدة من البرامج اللي بنشتغل عليها نحن بشكل دوري. بتختلف البرامج من فصل الشتاء لحملات الموسمية مثل رمضان، مثل حملات العيد وتوزيع مثلا المعونات وبناء المدارس وقسم التعليم بشكل عام. ما فينا نحن نفصل أو نعتمد واحد من الأنشطة أو نعتمد واحد من البرامج لحتى نقدمه لأهلنا النازحين بشمال سوريا. موضوع التمكين قائم، ممكن يقوم على دعم دولي أو دعم حكومي أكبر من المعونات اللي راح تقدمها المنظمات المحلية العاملة بشمال سوريا. مثل ما ذكرنا بده مقومات وبده قاعدة على الأرض. أما نحن اليوم كمنظمات عاملة بشمال سوريا عم نحاول نسد الفجوة اللي موجودة عند 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 أغلب الأهالي الساكنين بمخيمات شمال سوريا. نعم. على الأقل بتوفير خلينا نحكي المستلزمات الأساسية للحياة. نعم، وضحت الصورة سيدة تيماء. لماذا التمكين من وجهة نظرك؟ شيء صباح الخير أو مساء الخير. بالنسبة أبلش من محل ما انتهى السيد براء. نحن بمرحلة ما فينا بهي الظروف نستغني عن الإغاثة، ولكن صار لازم الوقت انه نحن نبلش التمكين. هلا بظل الظروف النزوح وحركات النزوح الكبيرة، توزيع السلع الإغاثية مثلا بالإغاثة الموسمية مثل هلا فصل الشتاء، هذا شيء لابد منه. لكن كونك حكيت قبل شوي ذكرت إحصائيات، أنا اليوم أنا عندي أكثر من 1,045,000 نازح موجودين فقط بالخيام يلي هن ب 1,900 وشوي او 1,300 مخيم اذا نقول بالمجموع. نعم. هن موجودين بالمخيمات، هن عم بيحصلوا على الاغاثه، وما وصلنا لمرحله لننتقل لمرحله التمكين. هاي النقطه وصلت معنا لانه صاروا الناس هن اكثر اتكاليه، هن صار عندهم فراغ، صار عندهم ملل. هذا الشيء عم بيسوي يعني انتقل فيهم
شيء تاني هو انه في مشاكل صارت تظهر بهذا المجتمع داخل المخيمات، صار في عندنا حتى مشاكل أسرية داخل الأسرة، ازدادت حالات العنف المنزلي. الأشخاص صاروا حتى ما عندهم الرغبة انه يدوروا على شغل. أنا اليوم عم توصلني سلة غذائية وعم بيجيني احتياجاتي الضرورية، أنا ليش أشتغل أتعذب؟ حتى في منظمات عم بتوزع مصاري. فهون احنا عم نخلي هدول الناس يوصلوا على مرحلة انه هن يعني بالمرة ما عاد يفكروا هن أصلا يبحثوا على شغل، أو حتى انه هن يبلشوا بشغل مهما كان صغير. يعني في عنا بتعرفوا في ناس عندهم حرف، يعني هن أصلا وقت كانوا ب ب ب قبل بسوريا ما ينتقلوا للمخيمات كانوا عندهم حرف وبيشتغلوا، فحتى هن ما عاد يمارسوا حرفهم. هذا الشيء كتير أثر على المجتمع اللي هن موجودين فيه. بعد 10 سنين بعتقد إنه هن بحاجة لينتقلوا لمرحلة تانية، هي مرحلة التمكين إلى جانب شيء بسيط من الإغاثة. نعم سيد براء، الناس في المخيمات بسبب سياسة توزيع الإغاثة أصبحوا اتكاليين أكثر، أصبح هناك مشاكل أخرى. يعني نحن نعلم أن العمل ليس فقط من أجل المادة، أيضا يشعر الإنسان بالإنجاز، أصبح هناك مشاكل أخرى وعلى مدى 10 سنوات. لماذا لا يتم تمكين سكان المخيمات برأيك؟ تمام. بالنسبة لهذا السؤال كمان نحن بيتم يعني سؤالنا عليه كثير. بالنسبة لتمكين العوائل الموجودة بالمخيمات، أنت كمنظمة أو كجهة مسؤولة عن توفير الإغاثة بشمال سوريا، لازم يكون لك القدرة على توفير أو فتح مهام للعالم الموجودة في المخيمات. فنحن من أول أسلوب أخذنا بأسلوب التمكين اللي هو بلشنا فيه بقسم المأوى، اللي هو انتهاء من شيء اسمه خيام قماشية، فتح أو تنفيذ مشاريع سكنية ثابتة. تم محاربتنا بحجة التغيير الديموغرافي وأنه أنتم عم بتنسوا أهالي ضياع ومدن اللي نزحوا منا. فباشرنا نحن بداية بتنفيذ المشاريع السكنية اللي هي أول شيء بداية الاستقرار. تعرف أنت قبل ما يتم قبل ما الواحد بده يباشر حياته أو يحس بالأمان، لازم يكون في عنده أول شيء مأوى يوفر له الكرامة أو يوفر له السكن الدائم على الأقل، يعني بالمرحلة اللي احنا فيها. فباشرنا نحن أول شيء بالمشاريع السكنية اللي هي ثابتة السكن غير متحركة، مشاريع بيتونية خرسانية نظامية، بحيث أنه نحن نعطيه النقطة الأولى أو الدافع الأول لحتى أنه يستقر بحياته. فبعدين نحن اشتغلنا على موضوع المشاريع الصغيرة، ولكن اليوم مثل ما ذكرت الزميلة أكثر من مليون موجودين بمخيمات النزوح. لازم يكون في تكاتف لجهود جميع المنظمات العاملة حتى توفر هاي الإمكانيات أو توفر الأعمال اللي من خلالها راح تشغل العالم الموجودة في المخيمات. اليوم نحن كمان بنعترف بهاي القصة إنه طريقة توزيع بعض المنظمات أو طريقة اعتماد البند اللي بده توزعه المنظمات عملت اتكالية عند بعض الشعب الموجود في المخيمات، بحيث بيقول لك أنا ما بشتغل أو ما راح، ليش لحتى تعب حالي طالما عم تجيني الإغاثة آخر الشهر. فصار الموضوع هو روتيني أو يمكن بطريقة غير مدروسة أثرت على نفسية العالم الموجود بالمخيمات وصاروا اتكاليين. واليوم حتى لو أنت سلمت عمل يمكن ما يرضى، لأنه بيقول لك أنا بدي أشتغل طول النهار مشان آخذ الراتب أو طالع حق الأكل آخر الشهر، ما أنا عم بيوصلني على البارد المستريح. بالنسبة لموضوع التمكين، نحن طبعا طبعا معه 100% وقلبا وقالبا، مستحيل نغير فكرنا عن موضوع التمكين. ولكن مبدئيا بالوقت الحالي دائما في ظروف اقوى منا او ظروف اكبر منا، بحيث اول شيء يعني الخدمات اللوجستيه لهدول العالم، التقديم المادي، ضخ الاموال لحتى نفتح المشاريع الصغيره ما موجود لحد الان. اغلب المنظمات لحد الان عم تشتغل على المشاريع الدوريه، مشاريع الاستجابه، يعني لا سمح الله ما يصير حاله طرق فورا، حاله نزوح عفوا، فورا رح يتم توزيع الخيام القماشيه ونرجع للسيناريو من اول وجديد، انشاء مخيمات من اول وجديد، جديد، تسجيل مستفيدين، ثم انتقال لتوزيع طرود غذائية، وبعدين عمل الإحصائيات وزيادة أعداد الأفراد في المخيمات فقط لا غير. اليوم نحن كفريق ملهم، خلينا نحكي عن حالنا مشان ما أجمع باقي المنظمات، بنعتمد أو عم نفكر بموضوع التمكين مثل ما ذكرت لك، باشرنا بموضوع المأوى بحيث أن نوفر لهم أول نقطة من نقط التمكين، ونشتغل على موضوع المشاريع الصغيرة بحيث انه نخلي الشخص هو يعيل نفسه بنفسه. ولكن كثرة الحالات او كثرة اعداد العالم الموجودة بالمخيمات، نحن ما لنا القدرة على تلبية جميع الحاجات. نعم، ليس لديكم القدرة على تلبية جميع الحاجات. نستمع لآراء الحضور، تفضل.
الرحمن الرحيم. أحمد جمعة، مهندس معلوماتية. عندي تعليق أو مشاركة، يعني كمان بدي أبدي وجهة نظري. أول شيء خلينا نحكي عن تجربة، بعدين من ضوء هالتجربة ممكن نعطي تعميم. عن التجربة البنغالية، بنغلاديش هي دولة فقيرة من أفقر دول العالم. عدد سكانها 130 مليون، فنسبة نسبة سكان عالية وفقر مدقع، يعني تقع في آخر سلم الفقر في العالم. وحكومتها تحارب الشعب، يعني الحكومة تستخرج الغاز والنفط من باطن الأرض وتبيعه للدول الثانية، بحيث بس المسؤولين هم اللي يستفيدوا، فالشعب محارب. بما أنه الأيدي العاملة رخيصة، فالشركات الأوروبية، شركات الأنسجة الأوروبية فتحت معامل في بنغلاديش، فكل المنسوجات اللي تراها في العالم، كل الماركات العالمية كلها أغلبها مصنوع في بنغلاديش. فالفقراء فكروا بطريقة عملية، يعني بدون الاتكال على الحكومة، بدون الاتكال على المنظمات، ففتح في عالم اقتصاد أو دكتور بالاقتصاد بنغلاديش، أخذ جائزة نوبل، ما نسيت اسمه، ففتح شيء اسمه بنك الفقراء. يعني بنك الفقراء برأس مال صغير بدون فوائد. يعني مثلا يجي فقير، انا مثلا بدي اشتري ماكينه خياطه مثلا 1000 ليره، هاي 1000 ليره، انا بدي اشتري بقره، فبيعطي قروض بسيطه وميسره. يعني مثلا ماكينه الخياطه ممكن بعد سنه او سنتين تولد 3 4 مكاين، 3 4 اشخاص يشتغلوا من هالقرض 1000 ليره، وبعدين خلال سنه يتم تدوير اعاده المبلغ. يعني ال1000 ليره ما راح انها تنقص من المبلغ العام، خلال سنه كامله يتم اعاده تدوير المبلغ. يعني وتفتح مشاريع اخرى. هاي وجهة نظري. فلو تم مساعدة المخيمات مثلا، فتح يعني بدل سلة الإغاثة مثلا، لو جمع مثلا تكلفة شهرين او 3 اشهر، فتح مشاريع صغيرة. يعني ما راح نقول لك بدها مساعدة أممية او جهات دولية، يعني قروض بسيطة وميسرة. حتى ربما تكون هذه القروض يعني مستردة، طبعا مستردة آخر، يعني بتاخذ عقد سنة سنتين. يعني فالعالم كلها حابة تشتغل، يعني أغلب السوريين يعني نحن كما نسميهم يحبون الحياة. يعني شوف القصف على إدلب، وبعد ساعة برمضان شفنا القصف على إدلب، وبعد ساعة العالم يعني عم تبسط الخضرة ويعني تحب تشتغل. يعني العالم متوكل على الله يعني بكل شيء، يعني بيحبوا الحياة ما استطاعوا إليها سبيلا. نعم، يعني هنا أعرج على ما قاله السيد براء بأن الموضوع الإغاثة أو التمكين يحتاج لدول أو منظمات كبرى، ولا تستطيع منظمات الإغاثية أن الموجودة في الشمال السوري أن تقوم بذلك. ماذا عن تجربة بنغلاديش التي طرحها ضيفنا هنا في الاستوديو؟ نتابع وأسمع تعليق السيد براء، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. لأنها نبض المجتمع السوري، ترصد حلب اليوم الخبر أينما كان، وتنقل الوقائع الإنسانية والسياسية والعسكرية وغيرها بالصوت والصور، نواكب الحدث في لحظته ونقدمه موجزا على رأس الساعة ومفصلا بالنشرات. نناقش أبرز الملفات الساخنة مع المسؤولين والباحثين.
كل ذلك وأكثر نضعه بين أيديكم ملتزمين بالدقة والتوازن والموضوعية لتكون حلب اليوم وصلة الخبر والصور. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سيد براء كما تفضل ضيفي هنا في الاستوديو يقول بأن هناك تجربة في بنغلاديش وهذه التجربة معروفة، هناك بنك للفقراء يقوم بتقديم قروض ميسرة وبالتالي يعني تم مكافحة البطالة بنسبة معينة وتم تأمين وتمكين سكان بنغلاديش. لماذا لا تكون مثل هذه الأفكار في مناطق الشمال المحرر؟ وأيضا يعني تستطيع بإمكان المنظمات ضمن إمكانياتها المادية أن تقدم هذه القروض. شكرا للأخ اللي ذكر هذه الملاحظة، هي ملاحظة بمكانة وممكن يعني مو ممكن نحن عم نطبقها فعليا على أرض الواقع بالشمال، ولكن ما بنحكي نحن بمقارنة بدولة بنغلاديش أو اللي صار فيها. نحن اليوم عندنا كمنظمة أو كفريق ملهم التطوعي عندنا قسم الحالات الإنسانية وقسم المشاريع الصغيرة اللي هو بنفس الكونسبت اللي حكى عنه الأخ، هو تقديم معونة مالية أو تقديم الخدمات اللوجستية. مثلا نحن من يومين ثلاثة جهزنا لأحد النساء في إدلب كانت عايشة في غرفة مثلا صغيرة ليس لها معيل، ما في عندها شيء تقدمه لأطفالها، فقلبنا للغرفة إلى صالون مثلا صالون حلاقة ستاتي لحتى هي تقدر تعتمد على حالها والريع اللي عم بيجي فيها تقدمه لأطفالها. مثل هاي المشاريع هي جدا مفيدة وأنا بأكد على الفكرة، وكفريق كامل نحن بنحاول دائما ناخذ مثل هاي الحالات الفردية. ولكن اليوم أنا إذا بدي أحكي بشكل واضح على الملأ أنه نحن عدد الحالات الموجودة مثل هالحالة بشمال سوريا جدا جدا العدد كبير، واليوم إذا في تكاتف للمنظمات لهذا الموضوع ممكن يمشي بهذا الحال. ولكن اليوم كل منظمة إلى سياسة خاصة أو كل منظمة تتبع لداعم معين، وهذا الداعم ممكن يفرض شو المعونات أو شو هي المواد اللي حتم توزيعها. نحن كفريق ملهم الأريحية اللي موجودة عندنا أنه نحن ما عندنا داعم وقائمين على التبرعات الفردية، فنحن ممكن نقوم بهاي الأعمال وقائمين فيها بالأساس، ولكن خلينا نحكي بالنسبة لا تتعدى 10% من الموازنة العامة لأعمال الفريق. اليوم كمان نحن نحكي بشكل عام وصريح على قدام العالم كشعب عربي أو كمجتمع، نحن ما بنقدر نقدم أو ما حدا بيتبرع لمثل هاي الأعمال أو لتنفيذ هاي الموازنات إلا لما يشوفوا مثلا الحاجة بعينهم. يعني مثلا نحن دائما بنعمل مناصرة قبل ما يجي فصل الشتاء إنه يا جماعة مثلا المخيمات راح تغرق، المخيمات راح بحاجة مثلا لترميم و فأنت بتلاقي العالم ما حدا بيتبرع إلا إذا حلت الكارثة أو إلا إذا صار الاحتياج مطلوب بالوقت الحالي. اليوم تعال نحكي نحن مع بدنا هالموازنة أو بدنا هاي التبرعات أو بدنا هذا الصندوق نأسسه لمشاريع الصغيرة لحتى نعمل تمكين، فاليوم لحد الآن هاي الثقافة ما أنا منتشرة. نحن 100% مع التمكين وعدم إعطاء المساعدة. نعم، يعني مشكلتين أساسيتين طرحتهما سيد براء. سيدة تيماء، مشكلة أولى بأن المنظمات تتبع بالعادة لسياسة الداعم، وأيضا في حال كان هناك مناصرة وجمع تبرعات لا يكون هناك تعاطف وضخ نقود إلا في حال كانت الأمور مستعجلة. تمام، هلأ كون سيد براء بناصر التمكين فهو سهل علينا المهمة، كونه ما له معلي خاصة فهذا جزء مهم إنه من المناقشة، لأنه نحن نروج لفكرة التمكين أكثر. بس مثل ما قال، هو أحد معيقات التمكين هو وجود داعم، إنه حاليا الداعمين ما حاطين التمكين أولويات، لكن هو ضمن البرامج. يعني نحن من 2019 بلش في شيء هو الكلاستر الاير ريكفري، بلش يشتغلوا لحتى يطلع برامج إعادة تأهيل البنى التحتية لحتى يصير في التعافي المبكر، فبلشوا نوعا ما يشتغلوا هاي المشاريع الصغيرة، هي تمكين المرأة، هي التدريب المهني الفوكيشنال تريننج، لحتى انه يبداوا بمرحلة التعافي المبكر وينتقلوا للتمكين. لكن الشيء اللي قلناه هو انه نحن المانحين الأولوية طبعا هو ليش إغاثة؟ بسبب الوضع الأمني والعسكري على الأرض، انه لهلا ما في استقرار،
فهو بيقول انا كيف بدي احط مصاري وما زال الوضع الامني غير مستقر، دايما في تغير في سيطرة القوى العسكرية على الارض، وهو ما بيقدر يحط مصاري بمكان وهو مو واثق انه هو لسه تحتاج يعني الى بنى تحتية، بتحتاج لمصارف مثلا، بتحتاج لطرق نقل الاموال، فهي كلها في ظروف او ادوات معوقات داعمة معوقات لهو لموضوع التمكين. ينفذ هي المشكلة. هاي جزئية. الجزئية الثانية انه اوكي هو بيمكن نحن وقت نعمل مناصرة ما حدا الا بحالات طوارئ، بسبب انه نحن الخطوة الاولى اللي انا باكد عليها دائما حتى نعمل تمكين هي رفع الوعي، ان كان عند المانع او عند المستفيد. حتى نحن اليوم قبل شوي بقول براء انه انا المستفيد، بيقول لك انا ليش اشتغل لاخذ بعدين بالاخير هاي شوية مصاري وانا اوريدي عبجوني. هون مشكلة، حتى نعمل تمكين لازم أول شيء نشتغل على رفع الوعي عند هدول الناس النازحين موجودين بالمخيمات، ونفهمهم إنه نحن هي خطوة كتير مهمة لحتى تبلشوا تأسسوا لحياتكم مرة تانية وترجعوا بحالة استقرار، لأن هي الحالة اللي أنتوا فيها أكثر من 10 سنين حالة طوارئ رح تيجي بعدها مرحلة تعافي، رح نرجع نعيش بحالة طبيعية. هذا المفترض، هذا التسلسل، إنه الأزمات إذا في عندنا ستراكشر هو أو المنحنى، الأزمات اللي هو بتطلع صعودا، بعد ما تخلص الأزمة بترجع بتهبط، بعدين بترجع في عندنا الثبات، هو الاستدامة لهي المشاريع اللي نحن بنشتغل عليها لحتى في يصير في عندنا مش التمكين اللي عم نحكي عليه او المشاريع التنمويه. فلذلك احنا لازم نشتغل على اول شيء المناصره للمانحين، ونرفع الوعي عندهم باهميه انه ننتقل من علمني كيف اصطاد احسن ما انه تعطيني سمكه، بعدها ونشتغل على تربيه النازحين باهميه انه هن فعلا يمتلكوا ادوات ل يصير عندهم نوع من الاكتفاء الذاتي، ما ينتظروا. لكن هناك من يقول بأن اقتحام الموضوع وأن يكون هناك مشاريع تبدأ يعني أن تنتشر هذه الثقافة أفضل من أن تقوم بنشر الوعي ومن ثم لا يكون هناك متابعة عملية على الأرض. اللي نقطة كثير مهمة اللي بتقولي عليها هي المتابعة العملية. نحن عندي كانت تجربة بسنة بال 2018 تقريبا، كان عندنا تدريب مهني فوكيشنال تريننج لمجموعة أشخاص، اللي هي حكى عليها أبو شي براء إنه أنا اليوم بدي أفتح صالون أو عملت له ورشة تجارة أو مهنة معينة، فأنا جيت دربته ومكنته ونظريا وعمليا وعمل عملي، وبعدين أنا اشتريت له أدوات وفتح هذا المكان. بعد شهرين ثلاثة إنه أنت بتتفاجأ، بتروح بتلاقي المكان مو موجود، وإن هذا الشخص باع الأدوات والعدة تبع الشغل كله وبطل ورجع مثل ما كان. ليش؟ برجع بقول لك، لأن هم ما لهم مهيئين نفسيا هو يرجع يخوض الحياة نعم. العملية ويرجع لهذا المكان. نحن بحاجة لمتابعة عملية حقيقية، حاجة لفكرة الاستدامة والتنمية، المشاريع التنموية الحقيقية لحتى نقدر ربما أيضا في نروح في الآليات، يعني المنظمات التي قدمت ربما القروض أو أشياء عينية من أجل فتح سبل عيش لسكان المخيمات أو النازحين، لم يكن لها أدوات لمتابعة هذه الأعمال بعد أن قدمت هذه الأمور العينية أو المادية. نتابع آراء بعض سكان المخيمات، استمزجناها من الشارع، نتابع ثم نكمل هذا الحوار. نفضل يعني السلي كونه دائمي أفضل من مشروع التمكين، لأنه مشروع التمكين بدي يخدم يعني 40-50 يعني بس. 90% من شباب المهجرين أو من عوائل المهجرين لا يملكون حقوق أكل أو تدفئة مركزية. يعني أخي الكريم، سلة الإغاثة يعني أفضل من برنامج تمكين، لأنه برنامج تمكين اليوم إذا يعني فدنا فرضا 50 عائلة 100 عائلة، باقي العيال عندك مخيم من 1000 عائلة وما فوق، طيب باقي العيال كيف هتستفاد؟ بتلتغى سلة الإغاثة على الأخير. لذلك سلة الإغاثة أفيد الناس من برنامج تمكين. نحن قادرين نحن نشتغل، نحن بنشتغل، بس هلق يعني في هالبرنامج ما عندنا هالبرنامج يتطبق هون، لان ما عندنا شيء نستفاد منه غير شغل العميل، حفر يصاب بالياس هيك بس، وكلها تاجر رمزي. يعني بشتغل مثلا خياط، بشتغل خياط، جابوا لنا مثلا هالماكينه وبدي اشتغل فيها انا، اللي بدي انتجه لوين بدي يروح، لوين بدي يصدر مثلا، يعني هيك. بفضل سلة الإغاثة لان نحن عمال ما عندنا مدخول غير سلة الإغاثة، بنبيع منها بناخذ منها مدخولنا اليومي بشكل كل شهر بتجينا هالسلة، ما عنا إلا هالسلية نستفاد منها بكل هالمخيم، ما عنا شيء نستفيد منه، لا محروقات لا تدفئة لا شيء ولا شيء لا شيء على الخالص. ونحن بحاجة لهي السلية طبعا، أفضل لنا يعني
سبب لان نحن بتعرف البيت بشكل عام بده رز وبرغل سكر مثلا، يعني هي احتياجات اللازمه يعني ضروريه. هي انا بفضل هيك يعني. نعم سيد براء، تابعنا هذا الاستمزاج لآراء بعض سكان المخيمات وجميعهم يتفقون بأن بضرورة الإغاثة، ما تعليقك؟ يعني هذا الشيء ما بين في اللي حكيته قبل شوي، أنه لازم يكون العمل على خطين موازيين، العمل على موضوع التمكين وموضوع الوعي عند الأفراد المجتمع الموجودين في مخيمات شمال سوريا، بحيث أنهم تخليهم مستقبلاً يعتمدوا على حالهم بالتدريج، بالإضافة لخط موازي أنك أنت عم تقدم له شيء اللي يساعده على أنه يفكر بالعمل. اليوم إذا أنت قلت له ما في سلة إغاثة وروح دبر حالك، ممكن أصلاً تزيد ممكن الجريمة في المنطقة، أو ممكن يزيد العشوائية. فأنت اليوم لما تشتغل على سياسة أو آلية معينة بحيث أنك أنت تعمل تمكين لهذا المجتمع الموجود في المخيمات، فأنت بدك تراعي أنه هو فاقد كتير من 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 حياته أو فاقد كتير من أملاكه، فهو اليوم عم بيقول لك أنه أنا فقدت هاي الأجزاء من حياتي، وبنسمعها يعني بصريح العبارة أنه أنا فقدت هاي القصة، فأنا اليوم بدي أمن على أي شيء، بدي حصل أي شيء، بدي أخذ من هاي المنظمة ومن هاي المنظمة، بدي أخذ هذا البند وهاي السلة بس لحتى يكون عندي شيء أنا أمنه لأولادي. اليوم كل شيء حكوا معهم حق فيه. عندي كمان في 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 مقول سمعتها هلا هي بتلخص الوضع، انه انا اذا اشتغلت او عملت او نفذت او فتحت مصلحه، انا صادراتي لوين؟ وانا اليوم عم بعتمد على يوميتي كعامل، او عم بعتمد على اليوميه اللي عم باخذها او اجري اللي عم اعمال بسيطه. قال بان اقوم باعمال بسيطه على حفر البناء ولا يوجد مقابل كبير، وفي حال يعني كما قلت انها نقطه مهمه. نعم هذا اللي عم بيصير، انه انا اليوم ما عم بضمن الدخل اللي انا اللي هو رح يكون فيه استقرار وامان وظيفي مثل ما ذكرت مستقبلا اذا انا فتحت هاي المصلحه. اليوم اذا بدنا نصنف الفئات الموجوده في شمال سوريا، في عندك فئه غنيه جدا، خلينا نحكي من المتعاهدين او مزودين الخدمه اللي بيتم التعاقد معهم من قبل المنظمات او من قبل المجالس الموجوده هذيك المنطقه. اما على مستوى الافراد او العوائل الموجوده في 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 مخيمات شمال سوريا، فهي لا تملك شيء. فاليوم مثل ما قلت لك هن اغلبهم بدبوا على الاعمال اليوميه، ما عندهم بايدهم اي حتى لو كان عنده مصلحه، فبيقول لك انا هاي المصلحه اذا بدي اشتغلها ما راح تجيب همها بالمشرمح يعني، فبيقول لك انا خلص عم اعتمد على 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 السله الاغاثيه. فلهيك نحن مثل ما ذكرت اول شيء لازم يكون في تنظيم دولي، تنظيم لكامل اعمال المحرر، تنظيم لاعمال الادخالات والاخراجات والاستيراد والتصدير بالمواد يكون بطريقه مضبوطه جيده، الصادرات من اعمال او المخرجات من اعمال هذا الشخص او ورشته او مهنته تكون انه منفتحه على جميع المجتمع، ما يكون حكر مثلا على حاره او حارتين، فبهذا الوقت هو بيقول لك انه انا عم بشتغل على الفاضي او انا ما راح اقدم الشيء، فخليني انا قاعد ببيتي عم استنى هالسله لحتى يفرج أمر. نعم نتابع هذا الحوار لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود، أرجو أن تبقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وما نزال في موضوعنا الإغاثة أم التمكين لسكان المخيمات. كان لنا سؤال على تويتر على صفحة قناة حلب اليوم، هل أنت مع إغاثة النازحين في المخيمات أم تمكينهم ليعتمدوا على أنفسهم؟ 34% قالوا إغاثة النازحين، بينما 66% قالوا مع تمكين النازحين. وهذا يعني طبعا الاستطلاع يصب في ما تقوله السيدة تيماء. سيدة تيماء، كيف تعلقين على أن جميع المعلقين على تويتر والمصوتين يقولون بأن نحن مع تمكين السكان المخيمات نسبة كبيرة 60%؟ تمام، 100%، لأن نحن بعد 10 سنين بتوقع أنه صار نحن بحاجة لأنه ننتقل لمرحلة جديدة، نشارك الناس باحتياجاتها الحقيقية غير الطعام والشراب وهدول والأشياء الأساسية. نحن بنعرف أنه هذا شيء أساسي يمكن ما بهاي الفترة ما نقدر نتخلى عنه، لكن ما يكون هو الشيء الرئيسي يلي نحن عم نقدمه لهدول النازحين. اليوم ب 2021 بعد ما عاشوا تجربة كتير صعبة، هن بحاجة لمنظمات فعلا تقدم لهم الإمكانات ليشتغلوا بمشاريع تقدم لهم هذا الدخل الثابت نوعا ما. هلأ أحد الأشخاص اللي كان أبو شوي بالفيديو اللي قال إنه أنا ما عم بلاقي سوق لتصريف منتجاتي، نحن معه 100%، وهي كانت أحد معيقات التمكين، إنه نحن اليوم إذا فتحنا ورشة خياطة أو حتى مشروع زراعي منكون عم نخطط للمشروع. نحن كمنظمات يقع على عاتقنا أن نكون عم نفكر بالمشروع من كل الأوجه، ما بيكون نحن فقط عم نحط أنه والله أنه عملنا له مشروع وبلش يشتغل وبعدين نحن نتركه ونمشي. لا، بالفعل نحن يكون الحلقة متكاملة، يكون في عنده سوق تصريف، بيكون عنا عم نقول هذا الشخص بيشتغل بمخرجات المشروع الثاني، فوقت بيكون العقل الفكرة تكون متكاملة عند كل المنظمات، فما منوصل لمرحلة كتير جيدة بعد فترة، خاصة إذا كان عم نشتغل على. نعم، قلت بأن كان لكم تجربة، هل يعني لو تحدثين أكثر، هل كانت هذه التجربة ناجحة؟ هل بالفعل استطعتم أن تخلقوا سوق تصريف للمنتجات التي خرجت من الذين قمتم بتمكينهم؟ تمام. هلأ بدنا نقول أنه 50% كان في نجاح، لأنه كمشروع يعني بداية 2018 في هذيك المرحلة، ف 50% أنه كان قدرنا أنه نصرف المنتجات، فهي كانت كتير جيد، وخاصة أنه كانت تجربة أولى أنه الناس تبلش تشتغل بهذا الشيء. مثلا كان في أشخاص نحن أتعلموا على مهنة يعني هنا سوفتوير، فنحن قدرنا نربطهم مع أماكن، مع جهات محلات موجودة فعليا، أنه هذا الشخص هو ينسق معهم ويشتغل معهم، أنه أنا بقدر أساعد ياخذ أجر عن هذا الموضوع. مثلا إذا كان هو عم يشتغل بالموبيليا أو الخشب، كمان في جهة أنه هو بتقدر تشتري منه، فقدرنا نعمل تشبيك مع بعض الجهات اللي هي مسؤولة أنه تاخذ منه شو هو ممكن يشتغل وهو يقدم لهم إياها. فكانت تجربة جيدة، إذا نحكم عليها 50% فهو كانت نسبة جيدة في ذاك الوقت، لكن بنقدر نستفيد منها أنه نحن هذا الجزئية ما نغفل عنها في تصميم المشاريع التنموية أو التمكين، أنه نحن هذا الموضوع كثير مهم. اليوم أنا إذا أعطيت شخص بقرة ماشي وأنتجت مقدار من الحليب، طب هذا الشخص وين بده يبيع الحليب؟ فأنا المفترض يكون في مشروع موازي له يقدر يكون عم يصرف هذا الحليب بهذا المكان، وهيك بيكون المجتمع متكامل. لذلك نحن عم نحكي على فكرة التمكين، هو فكر بحاجة إلى توعية شاملة، بحاجة إلى منظمات دولية تعتبره أولوية وتعطي توجيهات للمنظمات الإغاثية الحالية أنه هي تتجه
لهذا الموضوع ويشتغلوا عليها بتركيز، ومثل ما عم يشتغلوا بالتركيز على السلال الغذائيه. هلا انت بتعرف انه نحن بمشاريع الاغاثيه عم بيكون في سهوله بالتواصل بايصال السلال الغذائيه، في تسهيل بحصول على الموافقات، بعكس مشاريع التمكين. انا اليوم اذا بدي اعمل لحدا محل بدي اخذ موافقات من عده جهات موجوده او قوى مسيطره في سوريا، فبلاقوا صعوبه، فبقول انا بختصر على حالي الطريق وما بدي كل هالفوجه. لذلك هاي النقاط احنا اذا بنحاول نتجاوزها ونحط حلول لها، فنحن ممكن كثير انه نقدر نشتغل معهم. قلتي بان ايضا اذا ما عدنا للتجربه، لان التجربه العمليه هي التي يعني يمكن ان تفتح ابواب كثيره. هل قلتي ان 50% ممن افتتحوا هؤلاء المشاريع كانت ناجحه، هل ما زالت هذه المشاريع مستمره الى الان من عام 2018 الى الان؟ للأسف أنه ما حد استمر لنفس السبب اللي قلت لك عليه قبل شوي، أنه أغلبهم لقوا في صعوبة باستمرار، لأنه هن بيوصلوا إغاثة، فأنه هو إذا استمر بالشغل بجوز ينحرم من هاي السلة، وأنه هو عنده دخل، فهو فضل أنه لا خلص أنه هو يسكر وما يكمل هذا الموضوع بسبب غياب هذا الوعي، أنه بالعكس أنه هاي المهنة بجوز تتطور بجوز تكبر. فللأسف الشديد هذا الشيء اللي شفناه، لذلك قلت لك نحن بحاجة بخطوة أولى هو لتوعية النازحين بأهمية حصول على أدوات تمكين لأنه ليبلشوا فرص عمل جديدة. إذن يعني أنت تعطينا أولوية لريادة أعمال التوعية. هل هناك مشاركة من أحد؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نور فجلة. هلا في البداية خليني أهني الشيخ فضيلة الشيخ عبد الكريم الرفاعي حفظه الله ورعاه وسدد خطاه أسامة الرفاعي على انتخابه لمفتي الجمهورية العربية السورية. هلا بالنسبة لموضوع الإغاثة، يعني أنا عندي رأي تاني. إذا مسكنا سلة إغاثية أو مبلغ من المال وغمضنا عيوننا وشلفناه في سوريا، فأي مخيم أو أي بيت بيجي بصيب كون إجا محله. بس ولكن نحن لازم نعمل على مشروع التمكين، يعني نستهدف مثلا بالإغاثة المسنين بالعمر أصحاب الأمراض المزمنة فقط، أما الشباب لازم نأمن لهم عمل. نحن يعني مو معقول أنه يضلوا بدون عمل. يعني الله التقرير اللي شفناه على قناة حلب اليوم تقرير، يعني الناس من أهرع بتحكي، يعني أحد الأشخاص أقول أنه ببيع منا وباكل منا. فبتمنى من رجال منتدى رجال الأعمال السوريين المقيمين هم موجودين في تركيا كم مشروع بس للداخل. يعني أحد الأشخاص الفلسطينيين رجال من رجل الأعمال هو بيرك في المملكة الأردنية الهاشمية، فتح مشروع بغزة شغل 5000 عامل. فالمنتدى رجال الأعمال السوريين يفتحوا شغل في الداخل مشان نعطي فرص العمل للشباب والشابات. نعم. سيد براء، يعني كيف تعلق؟ هل بالفعل الموضوع يحتاج أيضا لرجال أعمال يفتتحون مشاريع إنتاجية في المناطق المحررة؟ أكيد أنا مع الأخ اللي حكى. طبعا لازم يكون في ضخ الأموال. أنا قلت لك موضوع أكبر معوق موجود بالتمكين هو الموضوع المادي، طبعا بالحق الموضوع الأمني، وطبعا لموضوع إدخالات اللوجستية، طبعا موضوع الدعم لتنفيذ هذه المشاريع، ولكن بالمعيار الأول هو الدعم المادي، إما عن طريق الأفراد رجال الأعمال الحكومات أو المستثمرين الخارجيين. فعملية ضخ الكاش لا 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 لشمال سوريا وعملية فتح المشاريع الاستثمارية أولا رح توظف العوائل الموجودة في شمال سوريا سواء في المخيمات أو حتى داخل المجتمعات، رح تعمل على عملية إعادة البناء من جهة، وعملية بعدين فتح الخدمات وتقديم المنتجات من جهة أخرى. فكمان اللي ذكروا هل حاولتم أنتم في يعني فريق ملهم طالما أن أنتم على الأرض التواصل مع رجال أعمال سواء سوريين أو أجانب من أجل فتح مشاريع في المناطق المحررة؟ طبعا تواصلنا كتير وصار في سجال بهذه القصة، ولكن نحن تعرف أنت المنظور العام للفريق منهم التطوع هو فريق خيري إغاثي قائم على تقديم المساعدات وتوفير النواقص لأهلنا في شمال سوريا. فنحن فدخلنا في هذا الموضوع فقط عن طريق الوقف، يعني أعمال المشاريع اللي عم مشاريع البناء اللي عم نشتغلها حاليا هي عبارة عن إما من منظمة داعمة شريكة أو إما من رجال أعمال عم يوقفوا عم بيقدموا زكاة أموالهم وعم بيقدموا صدقات لحتى يكون في وقف
خاص لتقديم مثلا المأوى أو السكن الكريم لأهالي المخيمات الموجودة في شمال سوريا. على نفس الموال هذا عم نقدم بحيث أنه نعمل نحن مشروع يكون ريعه لتقديم مثلا كفالات الأيتام، للكفالات طلاب العلم مثلا، لتقديم الحالات الطبية، حالات الإنسانية. ولكن لحد اللحظة نحن ما عندنا أبدا أي مشروع إنتاجي أو مشروع خدمي يكون ريعه لمثل هاي القصص. فقط نحن شغالين في مشاريع الوقف وإدارة الوقف وتقديم خدمات السكن، بالإضافة للأعمال هي تقديم الإغاثة اللي هو السيناريو اللي ماشيين عليه من خلال متبرعين فرديين. عم تكون نحن عندنا منصة جمع تبرعات ومن ثم تنفيذها في داخل سوريا وفي وخارجها في دول اللجوء. نعم، نذهب أيضا لفاصل ثم نعود، الفاصل الأخير ثم تبع القسم الأخير في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الإغاثة أم التمكين؟ دائما ما أثير هذا الجدل، خاصة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تهجير أهلنا في سوريا. أستمع لي، كنت تودين أن تقولي رأيك، تفضلي. يعطيك العافية وفاء ناصر. الإغاثة والتمكين، المشكلة إن هلأ نحن بالوقت اللي احنا فيه ما فينا نستغني عنه، لا عن هاد ولا عن هاد، مثل ما بقول وجهين لعملة واحدة. هلأ الإغاثة مثل الأرامل، مثل المعاقين، مثل الناس المرضى، هدول مستحيل يقدروا يعتمدوا على حالهم لا بتمكين ولا بأي شيء. أما الناس اللي عم نعمل لهم مشاريع تمكين، هلأ في ناس، أنا بعرف ناس عملوا مشاريع تمكين وسجلوا. فتخيل في واحدة مثلا أخذت مجموعة عدة كوافيرة، باعتها بدرهمات يعني كتير قليلة مشان تأمن حالة فيها. أنتوا اليوم لما بتعملوا هالمشاريع وتأمنوا هالناس فيهم، وفي واحدة كمان أخذت عدة فرن، تخيل الفرن حقه يعني بآلاف الدولارات، باعته بآلافات عادية. فأنا قصدي هون لما بتعملوا هاي مشاريع التمكين أنه تبقوا تدعموا هذا الشخص. يعني هلأ اللي يعمل أخذ مشروع فرن، مو هذا رح مباشرة رح يبيع؟ ما رح يبيع مباشرة، رح يبقى فترة لحتى ينعرف ويتسوق له. هذا أنتوا رح تساعدوا فيه، أو حتى الكوافيرة مباشرة هي رح تنشهر وتصير تشتغل. هذا أنتوا رح تشتغلوا عليه، رح تبقى يعني تستمر الإغاثة مع التمكين لحتى هالإنسان يقدر يوقف على إجره ويقدر هو يعطي، وأنتوا تساعدوه أنه هو يعطي ويدوق لذة العطاء مو بس لذة الأخذ. نعم، فكرة يعني في الصميم. سيدة تيماء، كنت قد تحدثت أن لا يوجد هناك متابعة بعد تقديم
مشاريع التمكين بعد أن تقوم بتقديم سواء الدعم المادي أو العيني، لماذا لا يوجد هناك آليات؟ تمام، هلأ كآلية موجود. هلأ كون أغلب المشاريع أو المنظمات تخضع لشروط المانحين والداعمين، فهو يكون حاطط أنه هو عنده شرط المتابعة مدة 3 أشهر، وبعدين هو أنه تمام الشخص تمكن وأموره تمام، بعد 3 أشهر ما بيتابعهم، فهون هنا بلجأوا لأنه هنا يبيعوا الأدوات. للأسف الشديد مثل ما قالت السيدة أنه حدش بيحتاج لاستمرار في أما يعني يعملوا له مثل كوتشينج انه هو يتوجيه او حتى دعم مادي او مواد. بس اليوم انا الفرن بحتاج مثلا لطحين او الكوفيرة بالمواد لتشتغل فيها، فهذا الشيء ما بيكون مدروس. لذلك حكيت قبل شوي انه نحن بحاجة دراسة متكاملة. نعم، لكن ايضا يعني موضوع سلة الاغاثة، لماذا تتوقف سلة الاغاثة في عند البدء بمشروع التمكين؟ يعني هذا الشخص لن يقوم المشروع بإدرار عليه المال قبل فترة معينة، لماذا لا تستمر سلة الإغاثة؟ ما أعتقد هو بتوقف سلة الإغاثة فوراً، يعني هي بتستمر، لكن أشخاص هن بسبب ضعف مثل البدايات، هي إنه هو لسه بحاجة لينطلق، فما عم يصبروا إنه هن اللي يحصلوا على النتائج ويخطفوا ثمار المشروع. فهلا هو بيستسهل بيقول لك لا أنا خليني على الإغاثة أحسن ما تنقطع، فأنا أحسن ما يقولوا عندي شغل فأنا لا برجع أو مشروعي ما بلش وبدي وقت طويل، فهو ما بيصبر. لذلك هو بيقول لك لا خليني أنا أوقف وبرجع للإغاثة. فهو ما حدا بلش مشروع أغلق عنده الإغاثة قبل فترة معينة، يعني هو مراقب. سيدة وفاء، هل تستمر كانت الإغاثة؟ تتحدث هي عن هي المساعدات هني أخذوها، يعني أجهزة ما ممكن أي وحدة متمكنة كوافيرة متمكنة تحصل عليها، ولا أي خباز متمكن يحصل على هي عدة جلويات. لماذا إذا قاموا ببيعها؟ أعطوهم ياهن وخلص روحوا، مثل ما قالت بعد 2-3 أشهر إجوا لقوهن مبيعين. هل توقفت يعني سلال الإغاثة والدعم؟ أنت اليوم أخذت هاد الفرن، أنت عليك جزا بعد سنة. نحن إذا جينا وما لقينا هاد الفرن أنت عليك جزا، هذا لازم يفهمه، مو أنت أخذته خلص هذا صار ملكك يعني من بكرة بتبيعه. نحن عم نحاول نستقطب هاي الحالات لحتى نخفف عبء الإغاثة، لحتى يصيروا هن مثل ما قلتي لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. فليش ما بيكون هو المنتج وهو المعطي؟ ليش ما هو بس يتعلم على الأخذ؟ نحن بدنا نوقف جنبهم، بدنا نساندهم، بدنا ندعمهم، بدنا نسوق لهم ونأملهم المواد. السؤال هنا، هل استمرت الإغاثة مع تقديم مشروع التمكين؟ لا يعني ما استمرت، لم تستمر. هن ايش بيقولوا؟ انه انا وقفت الاغاثه، انه انا عم بعتمد على حالي، انا عم بشتغل، لا خليني خلاص معتمد على الاغاثه وبس. نعم. سيد براء، هل لديك تعليق حول هذه يعني اللي حكيته الان؟ هلا صحيح، يعني حتى في الدول القائمه اللي ما تعرضت لحروب او الدول اللي ما صار فيها ابدا اي مشاكل الإغاثة شغالة فيها، حتى عن طريق جمعيات محلية بهاي الدولة. فنحن اليوم في عنا في شمال سوريا الوضع الأمني، نحن عم نحكي غير مستقر، دائما في تغير للسيطرة المناطق. حتى الآن ما عم نعرف شو راح يضل ضمن سيطرة المعارضة، وشو المناطق اللي لا سمح الله راح تروح لتحت سيطرة النظام. القصف موجود، التفجيرات موجودة، فنحن اليوم في وضع غير مستقر، فما فينا نحن الناصر شيء على حساب شيء. موضوع التمكين جدا مهم، موضوع بيقام على تنمية المجتمع حتى العالم ترجع تشتغل وتوقف على رجليها وتبطل اتكالية، بالإضافة لأنه في بعض الفئات المستمرين، نحن الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعات شمال سوريا، بحاجة للإغاثة، بحاجة لتقديم المعونات، فرح بيمشوا على خطين موازيين. نعم. السيدة وفاء تريد أن تعلق، تفضلي. الوضع ما هو مستقر. الأخ هون عم بيقول أنه في رجل أعمال فلسطيني عمل مشروع بفلسطين. هل الوضع مستقر بفلسطين من 50 سنة؟ من 50 سنة إسرائيل عم تقصف وما في أمن أبدا في فلسطين. فهذا لا. يعني حتى أنه الوضع أنه في قصف، الناس عم بتعمر، الناس عم بتعيش، عم تاكل، عم تشرب، عم تبيع، عم تفتح أسواق، يعني ما متوقف شيء. يعني تعقلمنا نحن على هالقصف وعلى هالوضع اللي نحن فيه، فلازم حل. نعم سيد براء. إيه صحيح كلامك 100%. انا ما لي ضد انه
يتم تقديم التمكين. نحن يعني احنا بالعكس نحن اكثر من 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 خلينا نحكي ثلث موازنتنا قائمه في مشاريع الاعمار وعم نعمر في المناطق اللي هي تسمى مناطق حرب وماشيين وما عندنا اي مشكله بهي القصه. ولكن انا اللي عم بحكي انه نحن ضمن هذا المربع او المنطقه المحرره اللي بنسميها اليوم في عندنا مشاكل كثير كثير كبيره بموضوع تواجد الكاش، بموضوع الامن، بموضوع الاستقرار، بموضوع التسويق، الاعلان، اداره الحاله بعد ما مثل ما ذكرنا اذا نحن فتحنا له المنتج او فتحنا له هاي الخدمه لحتى يستفيد منها، المتابعه معه بعدين ممكن تكون مثلا الحاله عندها شيء من الكذب، او ممكن يكون المنظمه اللي قدمت هاي المعونه ما عندها الاليه والاستراتيجيه النظاميه اللي عم تشتغل عليها. فبعض المعوقات هي ممكن تنحصر وممكن نتلافها ونرجع نعمل مناصرة لإعادة التمكين لهذا الشعب. بس الفكرة اللي بدي تصير هي ما موضوع هلا تقديم المعونة لهذا الشعب، البداية لازم تكون على موضوع الوعي أول شيء، نعمل على دورات توعية للمجتمع حول أنه إعادة اندماجهم ضمن مظلة العمل، وعدم تقبل مثلا الإغاثة أو المعونة لهي حتى تكون الدخل الوحيد الشهري لهي العائلة. نعم، لديك ايضا مداخله تفضل. في تعقيب على انه ننتظر مساعده امميه من الامم المتحده لحتى تحل لنا الظرف او تساعد اللاجئين. اول شيء بشكل عام يعني منظمه الامم المتحده تدخلها في الوضع السوري هو اطاله امد الصراع، يعني من 2011 او 2012 بدايه الاحداث فكانت الامم المتحده بتطيل امد الصراع والحوارات مكوكيه في جنيف بس من اجل انه المبعوث الاممي يستمر راتبه، فما في حل للنزاع في سوريا. ثانيا 90% من الاغاثه يعني اللي توجهت لسوريا 90% توجهت منها للنظام، يعني الاغاثه اللي توجهت للامم المتحده عن طريق الامم المتحده على ما اعتقد من 2012 2013 اكثر من 6 مليار، ف6 مليار راح منها ممكن 500 مليون او اقل للاجئين اللي هم 7 مليون 8 مليون، بينما 5 مليارات او اكثر راحت للنظام. فالامم المتحده ما راح تحل لنا الصراع، لازم يكون المنظمات الاهليه، منظمات الافراد هي اللي بتحل الصراع او بتحل جهود الاغاثه، ويعني من خلال يعني اعاده ريسايكلينج للاموال. يعني انت لما تقدم اغاثه مثلا بدك تشتري له فرن ولا تشتري له مزرعه ولا تشتري له ارض، فبتاخذ عليه تعهدات انه خلال مثلا سنه يتم اعاده المبلغ مساعده لاجئ اخر، فبتم في يعني يكون في الزام يعني بين طرفين، فما راح يعني تطوير اليات المتساعد ما راح انه يحس انه خلص اعطوني اياها هبه وراح اتصرف فيها على كيف، فما راح يكون في التزام، فلا يكون لازم يكون في التزام او تشارك بين الطرفين لحتى يطوروا هالاليات. نعم، كلمه ختاميه سيدتي. اول شيء شكرا كثير لاحمد، انا مع فكره انه نحن بحاجه ل جهود محليه وجهود جهود بين بعضنا نحن كمنظمات نلاقي حلول، لان ما فينا ننتظر الحلول الخارجيه فقط. بنرجع نركز على اهميه انه يكون في عنا نحن وعي برامجي ضمن المنظمات، يكون في عنا خبرات قويه ونفس طويل نفهم السياق لحتى نبلش بعمليه التمكين، لان نحن بحاجه لانتقال لمرحله تعافي مبكر حاليا ونرجع ننشئ او نشتغل على البنى التحتيه لحتى الناس تبلش بالفعل تعتمد على نفسها، تشعر بالاكتفاء الذاتي، لانه مثل ما حكت السيده بموضوع ممكن يطول او ونحن نتمنى انه يقصر. لا، فاستمرار بوضع الاغاثي فهو كتير صعب، صح هو نحن بوضع غير مستقر امنيا بسبب تغير خارطه سيطره القوى العسكريه بسبب حركات النزوع، لكن هذا الشيء ما بيمنع انه نحن نحط خطه تمكين، خطه مشاريع تنمويه يكون لها خطوات على امد طويل، يكون لها نتاج على الاشخاص الاخرين، حتى نشتغل على فكره التمكين اذا نعتبر هي تمكين الاشخاص او الاطفال انه يرجعوا لمدارسهم، نعتبره احد انواع التمكين هي تسرب الاطفال المدارس، ونحن لهلا ما قدرنا نضبط هذا الشيء، انه عليا ندعم التعليم لنمكن هدول الاشخاص ليطلعوا اشخاص ناجحين ويتعلموا، فنكون في عندنا خطه برامجيه واضحه لوين رايحين نحن بالمستقبل، شو نحن عم نعمل ب 2022، ما ننتظر حالات الطوارئ لحتى نتحرك.
نعم، بهذه الكلمات المتفائلة نتمنى يعني أن يكون هناك بالفعل النجاح لموضوع التمكين في المستقبل، سواء من عن طريق نشر وعي أهمية التمكين وأيضا تطوير آليات المنظمات من أجل متابعة موضوع التمكين. أشكرك جزيل الشكر السيدة تيماء معراوي مدير الموارد البشرية بمنظمة موزون، كما أشكر ضيفي السيد براء بابولي مدير قسم المأوى في فريق ملهم التطوعي، وأشكر أيضا الحضور الكريم هنا معي في الاستوديو، والشكر الموصول لكم مشاهدينا الكرام. دمتم بخير وإلى اللقاء.